نستضيف محمد مكتار رئيس جمعيه اصدقاء ابصام الكلفاوي على هامش الاحتفال بالذكرى 13 لمضرب الوطني تنمية الشباب، وكذلك في اطار سياق الاحتفال باليوم الوطني للقرعه اللي يتكلم على السياق اللي جاء في هذا النشاط هذا، يعني كيف جات الفكره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على حضور ديالكم لتغطيه هذا النشاط الثقافي. النشاط جاء في اطار ذكرى 13 للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وتزامنا مع البرنامج السنوي المسطر من طرف الجمعيه، ارتئينا اننا ننظم الابواب مفتوحه في الفضاء ديال المكتب الوسائطي. هذا النشاط جاء بناء على تعريف باش اننا نعرفوا بالخدمات ديال المكتبه والمسائل اللي كتقدمها، وزياده على ذلك التشجيع على فعل القراءه، بحيث اننا خلال البرنامج المسطر خلال هذه الايام ديال هذا النشاط كي غادي يكونوا زيارات ديال المؤسسات التعليميه في الصباح، وبعض العروض مختلفه ديال واحد المجموعه ديال الانشطه الموازيه خلال فتره المساء، مع عروض ديال لوحات فنيه لبعض الفنانين وخاصه الاستاذ الحراق. وكنشكروا على مستوى يعني القرائيه وعلى مستوى الرواد ديال المكتبه، اش يمكن تقول على يعني الخزانه يعني ممكن توفر عليه وما يمكن تدعمه يعني في المستقبل من اجل تعزيز القدره ديال المستقبل؟ نعم، بالنسبه لارتياد المكتبه كتعرف واحد ليفيكتيف في تزايد، مع العلم ان الدور ما كيقتصرش على انه الكتاب يبقى في الرف، يجب اخراج الكتب من الرفوف و يعني ايصال الكتاب الى جميع الفئات ديال المجتمع من اجل خلق هذا المجتمع قارئ، ومن اجل كذلك ايصال الكتاب الى فئات واسعه من